السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فينيزيا. صباح الخير عليكم من النواحي ديال ميلانو. ان شاء الله شادين الطريق دابا باش غادي نمشيو لفينيزيا. كما كتشوفوا معايا وقفنا هنايا غير باش نديرو بوز كافي. بالنسبه لي مازال ما فطرش، غادي يعاود يفطر وغادي نكملو ان شاء الله الطريق ديالنا. الحمد لله حنا وصلنا دابا لفينيزيا. غاديين باش غادي نقطعوا داك الباطو اللي غادي يدينا بالضبط للمدينه العائمه كيف ما كتشوفوا معايا. ما كيوصلهاش البوس، دونك ضروري خاصنا ناخذ واحد الكون باطو اللي غادي يدينا حتى ليا. فينيزيا من بين المدن اللي ضروري الانسان يشوفهم ولو مره في حياته. الحاجه اللي زوينه فيها انكم ما غاديش تشوفوا فيها الطوموبيلات ولا حتى المطار او لي موين دو ترونسبور من غير لي باطو. كيف ما كتشوفوا معايا ما كاين غير البحر والواحد كيتمشى على رجلاته. صراحه الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها انها فريمون عامره بزاف، سورتو في لا بيريود اللي كنت مشيت فيها كانت فريمون بلان. يعني اي بلاصه بغيتي تمشي ليها تصور وهذه كتخصك ضروري النوبه، وهي فريمون بلاصه اللي صغيره ما كبيراش بزاف وفيها بزاف ديال الجزر. يعني على حسب البلاصه اللي نتوما اللي غادي تمشيو فيها كاينين بزاف ديال الجزر في فينيزيا كيف ما كتعرفوا. المهم هنا كنا خدينا لو غون باتو كيف ما كتشوفوا معايا، عاد وصلنا. راه من هنا غادي يبان لكم ان المدينه فريمون عامره وكاين الكسيدات، يعني حتى لي غاستورون فاش كتمشيو تاخذوا بلاصتكم كتلقاوها فريمون عامره. داكشي علاش كيف ما كتشوفوا راه خرج واحد البالغ ان هاد المدينه هادي غتوليو تخلصوا عليها باش غتقدروا تدخلوا ليها. الحمد لله انا دخلت ديك الساعه كانت مازال فابور وبروفيتيت صراحه، وغادي نوريكم دابا البلايص اللي غادي تقدروا تمشيو ليهم الى جيتو. ما بين اشهر البلايص اللي غادي تقدروا تزوروهم اون فوا غادي تحطكم الباطو، غادي تجيو هنايا للساحه المشهوره اللي كتضم برج الساعه وسميتها ساحه القديس مارك. كتضم بزاف ديال الكنائس اللي ضروري ما غادي تبغيو تصوروا حداهم. وهنايا غادي تبقاو تمشيو في الازقه ديال فينيزيا اللي كنصحكم انكم ما تستعملوش الماب، صغير بقاو تعرفين تما زنقه غادي تخرجكم في زنقه اللي احسن منها وعندها الفيو احسن وحسن. بالنسبه للاكل راه تما متواجد بكثره، غير هي لي ريستورون كيكونوا عامرين سورتو حيت المدينه فيها الكتيدات. وبالنسبه للشوبينغ صراحه العين غادي تحير، سورتو ان كاين تمايا بزاف ديال لو شوا ديال الحوايج اللي غادي تبغيو تجربوهم. وهنايا غادي نخليكم مع الريستورون اللي كليت فيه انا. ما دايرينش كان زول نهائيا، خرجت حتى نص بس في المطبخ ما تستنيها. من بين الأنشطة اللي ممكن تقوموا بها هنايا في فينيزيا هي الجولات بالقوارب لاستكشاف المدينة عبر رحلة بالقارب على القنوات الجميلة اللي كتعتبر واحد التجربة اللي زوينة بزاف. من بعد يمكن لكم ديروا زيارة الأسواق المحلية كتستمتعوا بالأسواق ديالها وتذوقوا المأكولات الشهية اللي ضروري ما خاصكم تجربوا ليا لي بات اللي معروفين هنايا، وكما شفتوا حتى لي بيتزا. مي بيتزا انا جاتني ما خاسرينش فيها بزاف ديال المجهود كيف ما قلت لكم. ومن بين الحوايج اللي ممكن ديروها هي زياره المتاحف الفنيه اللي كتكون هنايا متواجده بكثره واستكشاف الاحياء القديمه. الاجواء هنا كتحمق فريمون كتحمق، ما كرهتهاش ليكم كاملين. ان شاء الله حتى نتوما تجيو تشوفوا هاد الدنيا هادي. ما سخيتش الصراحه نمشي
دابا غادي نمشي نركب في داك الباطو اللي كيدور هنايا، سميتو الكاندول وقيله. انا نتاكد من السميه حيت ما عقلتش. مهم، يلا معايا. من بين اجمل الغروب اللي شفت هنايا في ليطالي هي هو الغروب ديال مدينه فينيسيا، اللي الصراحه كان اكثر من رائع، اللي كيبان لكم بحال شي لوحه فنيه. كما كتشوفوا انا راه كلشي واقف كيصور حيت فريمون عاطي واحد لو شارم وواحد الاجواء رومانسيه اللي زوينه بزاف. دابا غنمشي ان شاء الله نركب في الكوندول كما كتشوفوا. هادو هما دوك لي باتو اللي كيبقاو يدورو بينا. صراحة عامرة فريمون لي توغيست كتارين. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا درنا زياره لهاد لاتولي هذا، فين غادي نشوفوا كيفاش كيتصنع الزجاج والاواني والديكورات. صراحه داكشي كان ابداع فوق الخيال كيف ما تشوفوا معايا. غادي نصور لكم السيد اللي غادي صايب واحد القطعه زجاجيه اللي زوينه بزاف. ودخلونا لواحد البلاصه اللي في اي بي كيبيعوا فيها لي زاكسيسوار، كان ممنوع التصوير. مي خديت لكم واحد اللقطات حتى نتوما تشوفوا معايا شنو هما النوع ديال الحوايج اللي كيتباعوا هنايا. بالنسبه للغوندول، النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي انكم لا كنتو اون سول بيرسون او لا دو بيرسون ما تحاولوش تاخذوه بوحديتكم حيت غيتقام عليكم غالي. سورتو انا ما كيتحرك حتى كتخلصوا ليه 1000 درهم مغربيه. دونك من الاحسن تشوفوا شي جروب تكونوا نتوما 5 بيرسون، هكا كتقدر تجيكم بحال هنايا. انا كنت مع الجروب جاتنا 200 بار بيرسون، دونك كتقام شويه رخص من انكم تاخذوه بوحديتكم. المهم ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالكم واش غادي تاخذوه بوحديتكم او لا.
بالنسبه للوطيل اللي نقدر ننصحكم به هو انكم ما تاخذوهش في وسط فينيزيا، بحال هنا احنا كنا رجعنا للاوتيل الباتروس اللي رجعنا بالباتو لي كون باتو اللي كان جابنا في الاول، هو اللي جابنا لهنايا. ابخي كملنا بالبوس كيف ما كتشوفوا، هنا راه بديتو تشوفوا الطوموبيلات، دونك ماشي في وسط فينيزيا. وهنا غادي نوصل معكم النهاية ديال هاد الفلوك. ما تنساوش الى وصلتوا حتى لهنايا تخليوا لي في لي كومونتير باللي راكم وصلتوا لافا، ودعموني باللايك وبسبسكرايب.